الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي معنا آية واحدة فيما يتعلق باستئذان في البيوت، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وناقشني بعض الإخوان في قضية المواصلة وسورة النور، وعدتكم بإذن الله أننا في هذا الفصل سننهي سورة النور، وسأحرص أن لا يكون هناك إخلالا. وقد بدأ في الثلاثاء الماضي والحمد لله درس التدبر بعد العشاء، وموعدنا الثلاثاء القادم بإذن الله في مسجد الراجحي بعد صلاة العشاء في تدبر سورة الفاتحة. كان الدرس الماضي هو استفتاح ومقدمات عن التدبر وغير ذلك، سنبدأ في سورة الفاتحة بإذن الله. والوقت كما قلت الإخوان لا يتعدى ساعة، إن زاد في الأسئلة فالأمر أيسر، ومع أنني حريص على ألا يتجاوز ساعة وساعة وربع في الكثير، مراعاة لظروف الناس وأحوالهم، مع المطالبة الحقيقة من كثير من الأخوة والأخوات بأن يكون الدرس ساعة ونصف، ولكن لا أريد أن أشق على الناس. والمهم العبرة هو أن نستفيد من هذا الدرس. سنبدأ في سورة الفاتحة والدرس الذي بعده في سورة الناس والفلق والإخلاص، وهكذا على حسب الوقت وما يتيسر. اليوم قلت نختم بهذه الآية ونواصل في سورة النور بإذن الله في غض البصر للمؤمنين والمؤمنات في الدرس القادم، والله أعلم. مرد معنا ما يتعلق بهذه الآية، لكن وقفت عند أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع، وأنا مغتبط لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول هذا الصحابي، يقول: تمنيت أنني في أي يوم أطرق باب من إخواني أن يقول لي ارجع، لكن يقول لم أجد هذا، كلهم يقولون تفضل. لماذا؟ يقول: لأنني أريد أبحث عن مدلول هذه الآية، هو أزكى لكم، أبحث عن الزكاة، عن الزكاة الذي وعد الله به. انظروا كيف ينظرون، بدل ما يكون في نفسي شيء ويقول: لماذا فلان ردني، لماذا لم، كما بينت الأسبوع الماضي، هكذا جهدهم وحرصهم كما في الدر المنثور عن أنس رضي الله تعالى عنه. بينما الواقع الآن عند كثير من الناس الآن إذا قيل له ارجع أو اعتذر منه، يعني قد يقاطع كما قلت، وقد يحمل في نفسه إلى غير ذلك من الأسباب، بل أقول حقيقة مرة. بعض الأشخاص حدث عندهم شيء من الخلل في منهجهم، فبدأت أبحث، فوجدت أن من أسباب ذلك أنه ذهب لمدينة من المدن فيها أحد كبار طلاب العلم واستأذن عليه فلم يأذن له، فحمل في نفسه ولم يخالف الشخص ولم يخالف العالم، وإنما خالف المنهج، وكان هذا المنهج على منهج صحيح. انظروا، هذه مسائل لا نقلل منها، لا أعمم، هي حالات فردية أعرف هذا، لكن أحيانا يصل في بعض الناس إلى المقاطعة، وأما في على مستوى الناس والعامة فيحدث كثيرا هذا. ذهبت إليه وما أدخلني وما ضيفني، فجاءت هذه الآية: هو أزكى لكم، ما قال هو أفضل لكم، مع أنه لا شك أفضل، قال أزكى لكم. والأعراف لها دور والعادات، لكن كما قلت لكم في هذا الجانب ما نقول العرف وأدخله، نأخذ بقوله تعالى، لكن يكون بأسلوب مناسب. لفته أحد طلاب العلم، أنا كان أجزم أنه هو لم يكتب هذا، لكن ربما كتبه من حوله، لكن يراه هو كتب على بيته من باب: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. ما ينبغي الحقيقة الاستقبال الناس يعني بهكذا، لا تكتبها أنت، استأذن إذا استأذن عليك أحد وطبقها على نفسك، لأن كتابتها بعض الناس منذ يقرأها أصلا لا يطرق الباب، كأنه يقول له ارجع وهو ما قصد. وأنا أعرف هذا الرجل من طلاب العلم، والله من أكرم من أعرف من الناس، لكن أحيانا أسلوب التنفيذ خاصة من حول الشيخ قد يسيئون إليه من حيث لا يشعرون ويقنعونه بأمر، خاصة إذا كانت في بعض المناطق التي لا يراعى فيها الجانب ويكثر الطارقون. لا ينبغي، يجب أن يعلم الناس، لكن لا توضع الآية هكذا، والله أعلم، هي اجتهاد. يقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة.
ذكر من أسبابها، ومع ذلك ذكره القرطبي، أنا أذكره لا سبيل التوثيق له، أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر أي تشدد، فكان لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا، يعني بيت ما في أحد إلا سلم واستأذن، فنزلت هذه الآية لرفع الحرج عن هؤلاء والله أعلم. وقيل لما نزلت آية التسليم في البيوت والاستئذان فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرخص الله في ذلك فأنزل ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في الناسخ وابن جرير عن ابن عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال ففسخ واستثني من ذلك ليس عليكم نعم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. واختلف العلماء هل فعلا هذا استثناء أو هو حكم جديد، فبعض العلماء قال استثناء كما ذكرت، أنا بعد أن بين الحكم الأول بين الاستثناء، قال إذا كانت غير مسكونة وفيها متاع لكم، المتاع المقصود به ما يمتعكم، ليس المتاع أن تتصور أنه أغراض لك أو شيء، لا أي ما فيه منفعة لكم، يريد إنسان يرتاح أو يأكل أو يتظلل من حر أو من مطر، هذا كل اسمه متاع، لذلك نقول الدنيا، نقول الدنيا متاع، الدنيا متاع كما في القرآن. فلهذا فبعض العلماء قال أن هذا استثناء كما ذكرت في أسباب النزول، والقول الآخر لا أنه ليس استثناء، لأن هذه الأسباب التي ذكرت لكم لم يثبت لدي صحته. قالوا إنما هو لا يزال في بيان الحكم، فهو قسم البيوت، في بيوت لك بيت لك تدخله، وبيت ليس لك فيه أحد تستأذن، بيت ليس فيه أحد، فقسم ثلاثة أقسام، وهذا هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا ثبت سبب من هذه الأسباب. إذن هي نوع، ولهذا فالصحيح أن البيوت غير المملوكة لا تحتاج إلى استئذان، لكن العلماء منها الأسواق، وإن كان في نظر أصلا ليست بيوت الأسواق، قالوا البيوت التي على الطريق بعضها قد تكون مهجورة فالإنسان يحتاج إلى فيها. وأذكر من الطرائف 1402 أقمنا مخيم في منطقة من مناطق المملكة تبع المعاهد العلمية، وكان في غرف في البر ما في أحد أبدا، ففي اليوم الثالث جاءنا رجل وقال سلموا الأجرة. طيب سلموا الأجرة أنت الآن ما على شيء، غرف استخدمناها مع الخيام، عندنا خيام لكن استخدمت لبعض الأغراض كما تعلمون، قد يكون للطبخ أو غيره، فأصر إلى أن ملكه، حتى قالوا بعض الإخوان أنت تجيب السك الآن لنا لك وبعدين نصلح أنا وياك. فهذه بيوت غير مسكونة في الحقيقة وليس لها حتى أبواب، لكن بعض الناس قال فرصة هؤلاء لعل يستطيع أن أخذ منهم، والله أعلم أنا ما لست قاضيا في مسألة. إذا قال العلماء ما دامت غير مسكونة ليس عليها دلالة على ملك فإنه لا حرج أن يدخلها الإنسان، وذكروا منها البيوت الخربة، وذكروا منها الفنادق الآن، وذكروا منها غير ذلك يسمونها الخانات في الماضي، وبعضهم توسع في ذلك قال حتى الأسواق وغيره، لا أصلا الأسواق ما أعدت إلا لدخول الناس، الأسواق ما أحتاج تقوم تستأذن أو لا تستأذن، لأنها لماذا؟ بالعكس أصحابها إذا لم يأتهم أحد انحرجوا وخسروا، لكن لا قصد الحقيقة فعلا بيوت في الطريق أحيانا كل واحد منا يراها يجدها لم تعمر أو لم تسكن، فهل يدخل إنسان أو يبحث؟ أبدا، أو يجد حرج يجيك واحد يقول يا أخوان نخشى أن لأحد على الطريق ما فيها أحد يا أخي، ادخل خاصة لن تضر فيها، تجلس فيها ساعة ترتاح، قد يكون عن حر أو طبخ أو مطر أو غير ذلك، فهذا هو الصحيح في هذا الجانب والله أعلم. وكانوا أيضا يعدون بيوت للأضياف كما نقول في الفنادق والله أعلم. هذا من أبرز ما ورد في هذه المعاني، سأتعدى بعض مراعاة لبعض الوقت لبعض المسائل. ذكر العلماء قالوا مثلا، هذا ما ذكره بعض العلماء، الدائرة الحكومية قالوا ما أعدت إلا ليت، فذلك منع الناس منها لا يجوز أصلا، دائرة حكومية أعدت لمصالح الناس أيا كانت هذه الدائرة، هي ما أعدت إلا لمصالح الناس، فكيف يمنع الناس عنها؟ ناس جاءوا لغرض لمقابلة المسؤول في هذه الدائرة الذي أصلا ما لم يأتوا في بيته، هم جاءوا في مقر يستلموا مكافأة على وجوده في هذا العمل، لماذا يستلموا مكافأة؟ يستلموا مكافأة حتى يقابل الناس والأبواب مفتوحة، ثم يمنع الناس من ذلك، وأشد ما يكون إذا منع العلماء وطلاب العلم، وهذا خطأ قال العلماء، هذا خطأ فقط إذا كان هناك مشاحة في التداخل قال العلماء، فقط
من حقهم أن ينظم الدخول، أن يرتب الدخول حتى ما تكون فوضى، لكن أن يمنع الناس فضلا عن أن يساء إليهم هذا غير صحيح، هذا باطل ولا يجوز، وهذا مخالف للعقل والشرع والمنطق، وله آثار جانبية وأمنية ومستقبل، ما ينبغي هذا الأمر. يجب أن تفتح الأبواب للناس وأن ينظر ماذا عندهم، ومن أخطأ يعالج ويعالج بخطأه. أما مجرد أن يكون المنع، قال العلماء المنع بحد ذاته ما ينبغي، فكيف إذا كان أشد من المنع بإيقاف أو إيذاء أو غير ذلك، والله أعلم. فإنما يستقبل الناس، هذه مصالح للمسلمين، هذه مصالح ودوائر حكومية ما يمنع منها أحد، كما أن المساجد ومن لا يمنع منها أحد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فالمساجد ما تمنع، كذلك أيضا ما يمنع الناس عن المصالح التي أصلا أقيمت من أجلهم. العلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل. لماذا أنشئت هذه الدائرة الحكومية أو هذه المؤسسة؟ لخدمة الناس، لمصالح الناس، هذا هو الأصل. طيب إذا كان منع الناس منها هذا فرع، هذا معناه أن العمل فاسد في هذا الأمر. فهذا جانب مهم أحببت أن أشير إليه حول هذه الآية. أما الترتيب والتنظيم والإعداد وعدم التجاوز، هذا كله مطلوب ولا أحد يخالف فيه، ويجب أن نسلك مثل هذه المسالك كما هو وارد في هذه الآيات، والله أعلم. ختمها بقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم، لأنه قال في النفوس هو أزكى لكم. قد لا يبدي الإنسان غضبه إذا رد، لكن قد يكون في نفسه شيء على أخيه، على أهل البيت. فالله يقول هنا محذرا ومنبها، والله يعلم كذا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قد يبدي الإنسان يقول تطردوني تردوني، هذا أبدأ. وبعض الناس ما يقول هذا كلام، وهم الأغلب، لكن يحمل في نفسه ضغينة، وقد يضمر عداوة أو مقاطعة. فهذا تهديد وتذكير من الله أنه يعلم ما في صدره، فليعلم أن الله هو المطلع على قلبه، فحذاري أن يحمل على في نفسه على أخيه شيئا. هل إن أذن له فليدخل، إذا لم يؤذن له فلينصرف وصدره منشرح، كما قال هذا الصحابي من المهاجرين: جلست أطلب آية فلم أدركها، أن أحد بس يعتذر مني حتى أحصل على قوله هو أزكى لكم، حتى أحصل على التزكية. فهذا درجة عالية وهدف رفيع وأدب رفيع، والله أعلم. نختم بهذه الفوائد. من هذه الفوائد في خلال قراءتنا يا أيها الذين آمنوا من أول هذه الآيات إلى هذه الآية في الاستئذان، أن القرآن منهج حياة. أخوتي أحبتي، كتاب أنزله الله تبيانا للناس، يعنى بهذه الدقائق التفصيلية. هل يمكن أن يغفل عن القضايا الكبرى في حياة الأمة؟ لا يمكن يا أخوان. فما بال الذين يروحون يبحثوا عن ما يكمل كما يدعون القرآن والسنة من نظم الغرب البائسة، ويكتجد في بعض دساتيرهم الإسلام كذا المصدر الأول للتشريع. طبعا يقصد بالإسلام الكتاب والسنة. مش معنى لما نقول مصدر الأول، في مصدر ثاني، في مصدر ثالث. طيب ما هو المصدر الثاني والثالث غير الإسلام؟ طبعا هي قوانين الكفر وغيره. هو ما نشأ هذا إلا من اعتقادهم أن القرآن ناقص، وهذا كفر والعياذ بالله. وشيخنا الإمام العلامة شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالات القوانين الوضعية وغيرها، رسالة ذهبية جميلة جدا فليست كبيرة، ذكر 6 أنواع أو 7 كلها تدخل في تكفير من فعله، من اعتقد أن دين الله ناقص، أو من قال أن الإسلام مثل غيره، إلى غير ذلك، يرجع إليها وموجودة، تستطيع تدخل على المحرك البحث وتجدها. فهؤلاء الذين يبحثون عن قوانين الغرب، نعم، فهم قطعا ما نشأ هذا إلا من أين؟ من اعتقادهم أن القرآن غير كامل. نقول لهم بالمنطق والعقل والواقع: قرآن كتاب اعتنى وفصلناه تفصيلا، نعم، فصل كل شيء، فصل لكم ما حرم عليكم كما في سورة الأنعام، فصل الله كل ما حرم علينا وما عداه على الإباحة. طبعا قد تقول طيب وما أجازه؟ خلاص إذا ما هو موجود فأنت على الإباحة، لكن فصل المحرم، فصل لكم ما حرم عليكم. ومع ذلك فيذهبون يمينا وشمالا. فالذي عني بترتيب كما في هذه الآيات الاستئذان هو بيتك، أما أن يكون بيتك أو أن يكون بيت غيرك، بيت غيرك، أما أن يكون مسكون
أو أن يكون في طريق ليس لك صحيح لكن لغيرك لا تعلم كما قلت، كلها فصل فيها وعالجها. هنا يأتي أحد ويبحث عن بديل لهذا الدين كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده، حتى حكم الخلخال الذي يطمع صوت بينه، شريعة كاملة متكاملة. فما بال أولئك الذين يطلبون ما عند الغرب؟ حتى الآن يوجد مع كل أسف من يتعاقدون في بلادنا مع شركات غربية ويكتبون في اتفاقهم إذا نشأت مشكلة يتحاكمون لقوانين الغرب، محكمة غربية، لا يتحاكمون إلى ديوان المظالم أو إلى المحاكم الشرعية. فيذكر رواية عن عمر رضي الله عنه ذكرتها كتب السيرة، أن اختلف صحابي مع أحد المنافقين، عفوا يهودي مع أحد المنافقين، نعم قيل أن الذي اختلف يهودي، نعم مع أحد المنافقين، فقضية، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما رضي المنافق بحكمه، قال نريد نذهب إلى عمر، فجاءوا لعمر وقال ماذا عندكم؟ قال بيني وبين هذا الرجل قضية وما رضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم يريد حكمك. قال لي المنافق أنت فعلا تريد حكمي؟ قلت هذا؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل إلى بيتي وجاء بالسيف وقطعه، قال هذا حكمي وقتله. نعم، واحد يرفض حكم الله سبحانه وتعالى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة تحتاج مثل عمر الحقيقة يؤدب هؤلاء الذين يشترطون في عقودهم أن نتحاكم إلى المحاكم الغربية لا إلى المحاكم الشرعية لدينا. المفروض حتى لو طلبها الشريك الغربي أنهم لا يرضون بذلك ولا يجوز، فكيف وبعض المسلمين مع كل أسف أقول لكم يطلبون؟ هنا خلل كبير جدا في هذه المسألة والله المستعان. أيضا الشريعة تحافظ على خصوصيات الناس، وما حدث في آيات الاستئذان أيها الأخوة هو من المحافظة على خصوصيات الناس، انظروا مراعاة هذه الجوانب بهذه المحافظة في الاستئذان كلها تؤكد هذا المعنى. ذكر العلماء قالوا إذا خرج الناس إلى فضاء ووجدت أرضا ولو كانت مسورة وليس عليها دليل أنها مملوكة لشخص بعينه بسك شرعي يعني بحكم شرعي، فمن حقك أن تدخل فيها، قد تجلس فيها أو تأخذ مما فيها من ماء أو كلاء دون إضرار. فأما إذا ثبت لديك أن هذه الأرض مملوكة بملك شرعي بطريق شرعي يعني فإن هنا لا يجوز، فهي ملك خاص. فاستثنى العلماء من البيوت الخاوية التي كانت في قرى المعذبين في مدائن صالح أو غيرها أن هذه لا يجلس فيها الإنسان، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن سالم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يروح بعض الناس مدائن صالح يجدون هذه الغرف الموجودة كما ترون بالصور وإلا ما دخلتها فيجلسون فيها، فهذا لا يجوز. لا يقول بيوت غير مسكونة، هذا يجب أن يمر إذا الإنسان اضطر للمرور أن يمر وهو سريع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طبخوا فيها وأخذوا من ماءها أعلفه الدواب ولم يأكله الصحابة رضوان الله تعالى مع حاجة في قصة تبوك. ولذلك في رواية أحمد إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الناس يذهبون الآن يصورون ويضحكون وهي أرض المعذبين والعياذ بالله حتى الخوف، فلذلك الصحيح أنه لا يذهب إليها قصدا والله أعلم. هناك مسائل وأيضا الاطلاع الله سبحانه وتعالى على سر الإنسان وعلى نيته. وأخيرا أختم بهذه الكلمة حول هذا الموضوع، أن الإسلام راعى المسائل النفسية مراعاة عجيبة جدا، والقرآن بيّن هذا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، والموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا الكلام. كيف؟ الآن كثير من الناس عنده نظرية أن الذين عنوا بالقضايا النفسية هو الغرب، ويذهب أبناؤنا هناك يدرسون القضايا النفسية وكيف يعالجون القضايا النفسية من الغرب. أنا لست ضد الاستفادة من أي علم من الغرب أو من غيره بالضوابط الشرعية، لكن القرآن هو الذي عني بالقضايا النفسية وعالجها معالجة عجيبة. قالوا منها هذه القضايا، من معالجة القضية الاستدانة قضية نفسية. الإنسان أحيانا في خصوصيته لا يريد أحد يدخل عليه، قد يكون في حالة حتى ولو من أهله لا يرغب أن يدخل عليه أحد، حتى الزوجة أحيانا لا ترغب أن يدخل عليها زوجها وهي في وضع معين. ولذلك تهيئة الناس قبل مجيء الضيوف أو وارد كل مراعاة نفسية، قد يكون يعدل شيء في البيت، قد يعدل الإنسان في هيئته إلى غير ذلك من الأسباب. وفي قصة يوسف عليه السلام من القضايا النفسية، حتى أذكر أن أستاذة في جامعة المسعود جزاه الله خير
ألف رسالة فقط القضايا النفسية في سورة يوسف، وأشرت إليها في حينها في وقتها عندما تحدثت عن سورة يوسف. ألف رسالة خاصة بالقضايا النفسية في سورة تونس فقط، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، هذه قضية نفسية. لما قال لوالده وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، لما قال أخرجني من السجن من البئر، قلت لكم ما قال إذا أخرجني من السجن، مع أن السجن بالنسبة إذا أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من البئر، مع أن البئر كان على يوسف أشد من السجن. السجن معناه وكان كبر أيضا أصبح، بينما كان صغير وفي وسط البر وفي وسط بئر أيما أشد، ولا في مقارنة. لماذا إذن قال يحمد الله على أن أخرجه من السجن ولم يذكر أن الله أخرجه من البئر؟ حتى لا يعكر من شعر إخوانه، لأنه إذا قال لأن الذي سجنه هو الملك عزيز مصر، لكن البئر من الذي وضعه؟ هم إخوانه وهم الآن في يوم فرحهم، ثم هو قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لن أذكر شيء يثير مشاعركم بعد اليوم خلاص. فجاء هذا الحدث بعده فلم يذكر، نعم، فذكر السجن ولم يذكر البئر. ثم ناظر بعض قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. حقيقة أيها الأخوة كما في القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى في بعدها بآيات أن هذا مكر من إخوانه، نعم، وما كنت لديهم إذ يمكرون، مكر، ومع ذلك يقول نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لو جاء واحد سمع هذه الآية وما يعرف قصة يوسف ما يعرف من نزغه الشيطان، هو يقصد نفسه أو يقصد إخوانه أو يقصد الجميع، مع أنه معروف أنه مو اللي نزغهم الشيطان، هو ما نزغه الشيطان، لكن لا يريد يثير مشاعره، لا يراعي نفسياتهم، هذا يعني درجة عالية جدا من المراعاة. مثل ما قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، مع أنه عزيز مصر ومع مكانته، ما قال أنتم اللي فعلتم، مراعاة نفسياتهم، هذا حتى قبل أن يعيدهم، هذا في المراحل الأولى يراعي نفسياتهم. فالقرآن أشهد الشاهد أنه مليء بالنصوص التي والشواهد، وكذلك السنة مليئة في مراعاة النفسيات وعلاج القضايا النفسية. ثم نتصور أن ليس هذا وارد، وأن علم الحديث جاء به الغرب فرويد أو غير فرويد من أصحاب المرض النفسي في الحقيقة وليس النفسي، هذا يجب أن ننتبه إلى أن هذا القرآن قرآن كتاب الله كتاب عظيم، فيه اليوم تبيانا كما قال الله في سورة النحل تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا، ما قال لبعض الشيء، لكل شيء، نعم تبيان لكل شيء، إما أن يكون نصا وصريحا في القضية كما قضايا الاستئذان، وقد يكون قاعدة وضعها أو حكما تندرج تحته حكم، فهو كامل. اليوم أكملت لكم دينكم في الكتاب والسنة. إذا انطلقنا من هذه القناعة أصلحنا أوضاع الأمة، وانطلقنا باعتزال وبقوة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يحفظنا وإياكم، وأن ينصر أخواننا في الشام، نسأل الله أن يعزهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدو الله وعدوهم، وأن ينصر أخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، نسأل الله أن يثبت أقدام الجميع وأن يصلح القلوب. أقول قولي هذا، وموعدنا يوم الثلاثاء في مسجد الراجح بعد العشاء بإذن الله، ويوم الأحد القادم بإذن الله كذلك هنا في هذا الدرس. أسأل الله أن ينفع الجميع، وصلى الله وسلم على الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.